اسبانيا هي بلد صديق يعني لبلدنا، خصوصا في هذه الاونه الاخيره. المواقف ديالها كانت يعني مواقف يعني جد ايجابيه، وهذا اسبانيا كتربطنا بها يعني التاريخ والمحيط الجغرافي، لان الفلاحه ديالنا متشابهه في عده مناطق، خصوصا المناطق الجنوبيه والاندلس، وعندنا نفس الاشكاليات. فالتعاون مع اسبانيا غادي يخلينا باش نتغلبوا على هذه الاشكاليات وغادي نمشيو بسرعه. وكذلك فيما يخص يعني الرؤيه، الاسواق مهم جدا باش يكون عندنا حليف كاسبانيا، لان عندنا نفس التوجه وعندنا نفس واحد يعني التلاحم فيما يخص يعني الرؤيه. فكان يعني كانت مساهمه ناجحه. كان الوفد الاسباني كيقودو السيد وزير ديال الفلاحه، واللي كان عندي معاه يعني لقاء ثنائي، وكانوا كذلك فاعلين اسبان، وهذا الشيء كيخلي، وكان هناك كذلك لقاءات مع الفاعلين المغاربه، وهذا الشيء كيخلي باش يكون عندنا اسس ديال الشراكه. لان ملي كيكون عندك بلدين اللي هما يعني جارين، راه النجاح كيجيب الشراكه، هو اللي كيقضي على المشاكل وكيقضي على التنافسيه وكيقضي على هذا. حتى الا كانت تنافسيه تكون تنافسيه شركه، فلهذا خاص تكون شراكات، خاص يكون تعاون، خاص يكون تفاهم، ويكون يعني واحد النقاش حول المواضيع اللي كتهم يعني القطاعين. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.